بركاته، اهلا بيكم في قناة اخترنا لك. النهاردة هنقدم لكم ان انا هعمل عروسة صغيرة من البوخ على شكل كيتي. اول حاجة بقص شكل كيتي، ممكن شكل كيتي بتجيبيه من على النت او بتجيبيه من اي مجلة او من الاستيكرات اللي بتتلزق. فانا قصيته اهوت بالبوخ الابيض، عملت مجسم الراس مرتين وعملت دايرتين صغيرين، دول هيبقوا الرجلين، وعملت الهدوم بتاعتها اللي هي بتتلبس هنا. دلوقتي انا هشبك الراس دي مع الراس دي بغرزة البطانية، وهشبك الهدوم على الجسم برضو بغرزة البطانية، وعاملة لون اللون الموف عشان يشبه مع ده. هكملها وهوريها. دلوقتي انا عملت بغرزة البطانية التيشيرت بتاع كيتي. ممكن اللي ما يعرفش يعمل غرزة البطانية يعملها سراجة، ممكن اللي ما يعرفش يعمل بالخيط والإبرة يلزقها من بالناس اللي عايزه. وش كيتي بقى جبت الخيط الأسود وعملت العين بتاعتها اهي، هعمل عين تانية وهعمل الفك بالأصفر وبعدين هلزقها وهوريها. دلوقتي هنلزق المناخير لونها أصفر، هنحط اللزق، وانا قصة المناخير دايرة بالجوخ. يبقى انا عملت العينين بالخيط والشنب بتاع الكيتي بالخيط. طب واللي ما يعرفش يعمله بايه؟ يعمله بخرز ويلزقه. طيب دلوقتي انا هعمل ايه؟ هلزق ايه كمان؟ هلزق الرجلين بتاعت كيتي بالطريقة دي، هنا وهنا، والوش يا اما هتخيطيه برضو بغرزة السراجة باللون الابيض، واللي ما تعرفش تعمل بالخيط تلزقه عشان بعد كده هنحشيه من جوه بالفايبر. دلوقتي يا جماعة انا شبكت الوش الاول اللي هو الوش اللي فوق مع الوش اللي تحت، وسبت هنا فتحة صغيرة علشان هحشي الوش دوت بالفايبر. هحشيه من الفتحة دي وبعدين هوريكم شكله النهائي. الفايبر اهوت هدخله من الفتحة دي، هحشي بيه الوش وهنشوف شكله. دلوقتي انا حشيته، هقفل الفتحة بقى بالخيط او باللزق. دوت بقى الشكل النهائي الكيتي. ممكن اعلقها كميدالية في سلسلة المفاتيح. وعملت هنا النحلة وانا عملت الفرخة.